موجز الرابعة من إنفوجراد، أهلا بكم. أعلن وزير الصحة النمساوي الجديد يوهانس راوخ اليوم الثلاثاء أنه اعتبارا من الأول من أبريل سيكون هناك 5 اختبارات بي سي آر مجانية و5 اختبارات سريعة مجانية أيضا شهريا لكل شخص، كما سيتم تخفيف قيود الحجر الصحي، حيث سيتمكن جميع الأشخاص غير الملقحين والذين كانوا على اتصال بمصاب من الذهاب إلى العمل أو الخروج، لكن فقط وهم مرتدين الكمامة، ويحظر عليهم حضور الأحداث أو زيارة المطاعم كما نادى بالوصول المرغوب وهو الحجر الذاتي إذا ظهرت الأعراض. وفيما يخص استمرار الاختبارات في المدارس، يجرى حاليا وضع الخطط في وزارة التعليم من الوزير مارتن بولاتشيك. أعلن عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ اليوم الثلاثاء عن مكافأة الطاقة الموعودة بحجم 124 مليون يورو لسكان فيينا، والتي تقوم على 3 ركائز لمتلقي الحد الأدنى من الدخل ولأصحاب المعاشات والمستفيدين من إعانة البطالة من مكتب العمل، كذلك الحاصلين على مساعدات الإسكان، إضافة لأصحاب الرواتب الضعيفة من العاملين وخاصة الآباء الوحيدين. ومن المتوقع أن تكون بقيمة 200 يورو للمنزل، بالإضافة إلى دعم الشركات من خلال مدها بنصائح الطاقة أو استبدال المعدات الكهربائية ودعم بناء أشكال مستدامة للطاقة وإنشاء وتجديد أنظمة الطاقة للمباني. كما أعلن لودفيغ عن خفض الزيادة في تكاليف الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض في فيينا. من أجل العمل على توسيع الرقمنة في النمسا، أعلنت وزيرة الرقمنة مارغريت شرامبوك عن تطبيق ID أوستريا لبطاقات الهوية الرقمية على الهواتف الذكية اعتبارا من الصيف المقبل، حيث أنه من الممكن لمستخدمي هندي سيجناتور والذين يبلغ عددهم حوالي 3 ملايين التبديل إلى التطبيق عبر الإنترنت دون الذهاب إلى المكاتب في عملية بسيطة عبر الإنترنت. أما غير المشتركين في هندي سيجناتور فيستوجب عليهم الذهاب إلى نقطة تسجيل للتحقيق من الهوية. في إطار منتدى الأعمال والاستثمار السعودي النمساوي في الرياض، وتزامنا مع زيارة مارغريت شرامبك وزيرة الاقتصاد والرقمنة مع وفد أعمال نمساوي للمملكة، قدمت السعودية مشاريع ضخمة لأكثر من 30 شركة نمساوية في مجالات الطاقة والاستثمار والرقمنة. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه من دواعي سروري الترحيب بشركائنا النمساويين، الأمر الذي يعكس الأولوية القصوى التي توليها حكومتنا لهذه العلاقة القوية والمثمرة، مضيفا أن كلا البلدين سيستفيدون من خلال الاستثمار في بعضهما البعض. ومن جانبها قالت شرامبك أنه من المهم وجود شركاء من جميع أنحاء العالم، ونحن بحاجة إلى إرساء الأساس للأجيال القادمة للنضال من أجل الفرص التجارية التي يريدون تحقيقها. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس السادسة في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.